حراك لا ينقطع، يقابله موعد لازال لحد الساعة ثابتاً، موعد إجراء الرئاسيات المقررة في الرابع من جويليا المقبل. تساؤلات تطرح، خاصة أن الحراك متواصل والحكومة لا حياة لمن تنادي. من 4 جويليا je pense que non personne ne croit aux élections. إجراء الانتخابات في موعدها تحدي واضح من قبل السلطة المتهلهلة لمطالب حراك الشعب، فحتى أولئك الذين واظبوا على الانتخاب سابقا سيقاطعون هذه المرة. ما احنا الانتخابات انا كمواطن انا كنت نفوتي، ما كاش فوت لي ما فوتيش فيه. اذا كان الشعب قال لك ما كاش انتخابات احنا ما نروحوش للانتخابات. تأجيل الانتخابات إلى سبتمبر المقبل، والعمل سلطة وشعبا على الوصول إلى حل توافقي من شأنه امتصاص القليل من غضب حشود الجمعة حسب محللين. أكيد أنه الحل الدستوري يقتضي أنه نمشي إلى انتخابات، ولكن يبدو أنه الحراك الشعبي لا زال مصرا على أنه على الأقل تؤجل الانتخابات إلى وقت محدد ربما في سبتمبر أو غيره. مقاطعة انتخابات الرابع من جويليا تلوح في الأفق. أكثر من ذلك، وفي مقابل صيام الحكومة عن الكلام، يدعو البعض إلى التظاهر بقوة يوم الاقتراع، وذلك تحدي آخر.